مساء الخير، مساء السعادة، مساء الإصرار والعزيمة، مساء الجمال على كل مشاهدينا، مشاهدي قناة الصحة والجمال وبرنامج نعم أستطيع. زي ما تعودنا دايما إن نعم أستطيع مش مجرد أقوال، نعم أستطيع أقوال تليها أفعال. النهاردة الحلقة رقم 287 في الموسم الـ24، هكون معاكم مروة السياري، وتاني حلقة ليا في البرنامج. قبل ما ابدا حلقتي عاوز نعمل حاجه لطيفه قوي معاكم كل حلقه، هسميها روشته مروه. بس روشته مروه النهارده مختلفه ومميزه شويه، عايزه اتكلم فيها عن ماساه العصر وازمه هذا الزمن، الغربه. مين فينا مفيش في بيته حد مغترب عن اهله وعن بيته وصحابه واهله وناسه واحبابه، عن المكان اللي عاش وتربى وكبر فيه، عايش كل تفاصيل حياته بدون اهله وبدون ناسه، هونوا عليهم وعلى أهله اللي موجودين وعايشين كل تفاصيل حياتهم من غير ما يكون موجودين فيها. عايز أبعت رسالة شكر بما إن بمناسبة الغربة لبابا اللي عاش سنين طويلة في غربة بعيد عننا، عشان يحقق لنا كل اللي بنتمناه ويوصلنا لكل اللي نفسنا فيه، ونعم الأب أنت. والأمي اللي عانت وكبرت وربت وشالت حمل كبير قوي على كتافها، فعلا الجنة تحت أقدام الأمهات، أدامكم الله تاج فوق رؤوسنا. عايزة أبدأ حلقتي النهاردة معاكم وهنتكلم فيها عن الطفل وعن تكنيكات تعديل سلوكه. حلقتنا النهاردة هتمسي كل بيت مصري وهتدخل كل أسرة مصرية، كل أسرة فيها طفل. الطفولة هي أول بصمة في حياته وأجمل مراحل عمره، هي السعادة التي لا تعاد، بيتمتع فيها الطفل بالصدق والنقاء وبراءة ابتسامته. عشان كده حلقتنا النهاردة عن الطفولة لما لها من أهمية، حيث تمثل ثلث عمر الإنسان من مرحلة الميلاد وحتى البلوغ. الاستشارة حضارة، لا خاب من استشار. عشان كده لقيت إن احنا نستشير حد متخصص في المجال ده. مشرفنا النهارده ومنورنا في الاستوديو اخصائي نفسي وتخاطب، وحاصل على العديد من التكريمات العربيه حاصل على العديد من التكريمات المصريه والعربيه، ومؤلف كتاب انت وطفلك. معانا ومعاكم استاذ نشأت عبد الباقي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا، منورنا يا استاذ نشأت النهارده. اهلا بك يا فندم. لان ان احنا لازم عشان نتكلم في الموضوع ده ان احنا نتكلم مع حد متخصص. يعني انا كولي امر، إيه عفوا استاذ نشأت، عايزين نعرف الاول نبذه عن استاذ نشأت، عن حياته، عن مسيرته العلميه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين. مع حضرتك نشأت منصور عبد الباقي، اخصائي نفسي وتخاطب بمعهد الامل للصم واضعاف السمع بميت غمر، مدرب معتمد من اكاديميه كامبريدج ومؤسسه علم النفس المصريه، مدير مركز النخبه للأطفال لعلاج المشكلات السلوكية والنفسية والتخاطب وعلاج عيوب النطق والكلام، عضو الجمعية المصرية الدولية للرعاية النفسية وصعوبات التعلم. زي ما قلت إن الاستشارة حضارة لا خاب من استشار، أنا كولي أمر عايز أعرف إيه هو يا أستاذ نشأة تعريف السلوك؟ في الحقيقة لما نيجي نتكلم عن الطفولة، الطفولة عالم كبير جدا مليء بالإثارة والمتعة والخيال والغموض، عالم بيحتاج إلى جهد كبير جدا من العلم والمعرفة. علشان ندخل لأسرار هذا العالم لابد أن نتسلح بالعلم والخبرة والمعرفة. لما نيجي نتكلم عن تعديل سلوك الطفل لازم أعرف يعني إيه كلمة سلوك الأول. السلوك هو كل نشاط يمكن ملاحظته على الإنسان، لو نتكلم عن السلوك الإنساني، سواء كان هذا النشاط سلوك ظاهر أو سلوك غير ظاهر، سلوك يمكن ملاحظته أو سلوك لا يمكن ملاحظته. يعني رفعة إيدي سلوك، طريقة الأكل سلوك، طريقة التفكير سلوك. رفعة إيدي سلوك ظاهر يمكن إن أنا أقيسه وألاحظه بلحظة مباشرة، لكن التفكير التذكر سلوك غير ظاهر للإنسان. طب إيه هي فنيات تعديل السلوك؟ وقبل ما نتكلم عن فنيات تعديل السلوك لازم أعرف إن السلوك متعلم وليس وراثي، إذن يمكن إعادة تأهيله مرة تانية. السلوك متغير وليس ثابت،
لازم اعرف كمان ان لابد لما اجي اخد قرار بتعديل سلوك طفل في مشكله ما، اعرف يعني ايه المشكله، امتى اقول ان هي مشكله؟ ممكن تكون ظرف طارئ، ممكن تكون موقفيه، لكن تبدا تبقى كلمه مشكله امتى؟ اذا تكرر هذا السلوك من الطفل. طب لو انا عايزه اعمل ده مع ابني، يعني عايزه اغير من سلوكه السلبي، اعمل ده ازاي؟ تمام. في الحقيقه لازم يكون في نوع من التعاون بين الاب وبين الام، حتى احيانا كمان بنحتاج الجد والجده في برنامج بالزبط. تعديل بالظبط، يعني انا كولي امر برضو علشان اعدل سلوك ابني ما بقدرش، يعني في بيبقى الاب والام والجده والجد، عايزه اعرف ازاي كلنا نبقى ماشيين على نمط واحد، ازاي كلنا نتفق على حاجه واحده. تمام. انا بالنسبه لي كاخصائي نفسي دائما يبقى يكون لي جلسه او اتنين مع ولي الامر، بتبقى عباره عن جمع معلومات او دراسه حاله عن الطفل، بيكون معايا موجود الاب والام، واحيانا بناخد الجد والجده، وبنبدا نعمل كيسمس التاريخ حاله للطفل ده، هو بحيث ان انا اعرف كل شيء عن الطفل كاني عايش معاه، عشان لما ابدا احط برنامج لتعديل السلوك يبقى انا على درايه بكل الاشياء اللي بيعملها الطفل داخل البيت. لكن في فنيات لابد انا كولي امر ان انا اخد بالي منها في معالجة السلوك السيء او السلوك الخاطئ بالنسبة للطفل. تمام. طيب احنا كأسرة مصرية حضرتك عارف ان احنا عندنا طريقة واحدة للعقاب اللي هي العقاب البدني، الضرب يعني يا استاذ نشأت. طيب حضرتك كمتخصص يعني شايف الموضوع ده ازاي، نعالجه ازاي؟ طيب تمام. بالنسبة للعقاب البدني هو مرفوض، واحنا فعلا زي ما حضرتك تكرمت وقلتي ان احنا كأسرة مصرية العقاب بتاعنا جاهز جنبنا على طول، العقاب البدني بالضرب. فانا هقول لحضرتك على تكنيك او اسلوب او نقدر نقول عليه تشكيل بنحط الاب والام لمعالجة السلوك السيء لدى الطفل. قبل ما اتكلم فيه لازم اعرف ان في التدعيم نوعين اتنين، تدعيم ايجابي وتدعيم سلبي. تدعيم بيكون تدعيم معنوي وتدعيم مادي، ده انواع التدعيم اللي عندي. لما اجي احط برنامج لتعديل سلوك الطفل لازم اخد بالي من اربع اشياء. ايه هما؟ اول حاجه التعزيز الايجابي، تاني حاجه التعزيز السلبي، تالت حاجه العقوبات الايجابيه، رابع حاجه العقوبات السلبيه. ناخد جزء جزء بحضرتك. اتفضل. اول شيء التعزيز الايجابي. انا كولي امر، حضرتك كولية امر، كتير جدا جدا بيشتكي ان الولد ابنه له سلوك خاطئ فعايز يعدله، فبقول له حضرتك كالاتي: اول مبدا لازم اخد بالي منه اللي هو التعزيز الايجابي. التعزيز الايجابي بيكون عباره عن ان انا بادي ابني مكافاه على السلوك الايجابي اللي هو عمله. طب ليه؟ طب ما هو عمل السلوك الايجابي نفذه بالفعل، تمام؟ ليه بديله تدعيم؟ ليه بديله التدعيم بالظبط؟ ليه بنكافئه؟ ما خلاص هو كده كده عمل السلوك. لا، اضمن استمرار السلوك الايجابي المرغوب فيه عند الطفل. لان انا لو ما اديتش الطفل تدعيم، سواء احنا اتفقنا التدعيم نوعين اتنين، تدعيم معنوي وتدعيم مادي. التدعيم المادي كلنا عارفينه، الهدايا، الماديات. التدعيم المعنوي كلمات الثناء، المدح اللي بياخدها الطفل من الاب او الام. يبقى اول تكنيك اللي هو التعزيز الايجابي، ان انا بكافئ السلوك الايجابي عند الطفل علشان اضمن استمراريه السلوك ده لدى الطفل. بالظبط ازاي؟ ابني جاب درجات كويسه في الامتحان، أيوة. تمام، اعمل ايه؟ اقوم ادعمه، سواء بقى بتدعيم مادي او تدعيم معنوي. ممكن الاب يلقى على ابنه عبارات الثناء والمدح بهدف ايه؟ ان يتن الولد في تقدم ويستمر ويجيب درجات. صح. أحسن. خلاص يعني مش هيقول انا عملت الحاجه دي وخلاص، انا مفيش، ما حسيتش بمكافاه منهم مثلا، ما حسيتش ان هم الحاجه اختلفت معاهم، فخلاص ممكن يوقف. تمام. بس انا بنبه لشيء، ان حضرتك ما تديش تدعيم قبل السلوك الايجابي، انتظر السلوك وبعد كده دعمه، لان بيحصل بعد كده ان الولد مش هيديك سلوك ايجابي غير ما يحصل على التدعيم المادي. او يبقى مستني التدعيم، انا مستني دعم، كلنا بنبقى محتاجين الحاجه دي مش بس الاطفال. تمام. نيجي للتعزيز السلبي. احنا الاول عززنا بمكافاه ايجابيه، التعزيز السلبي بيكون التعزيز هنا بشيء غير صار، غير محبب للطفل، بهدف المحافظة على السلوك الإيجابي. بمعنى إيه؟ بمعنى إيه؟ أنا دلوقتي ابني أو بنتي ما بتذاكرش، في صعوبات جدا جدا بتقابلني، إن أنا أقول له ادرس ذاكر، خلي بالك ادرس ذاكر كل يوم، تمام؟
فأفاجأ في يوم من الأيام إن الولد أو البنت دخلت تذاكر بمفردها. ليه؟ علشان تتجنب التأنيب اللي أنا بقوله له علشان يدرس. فبيقول أنا هدخل أذاكر، يبقى ده سلوك إيجابي، علشان أتجنب التأنيب وكلمات اللي بابا بيقولها، فأفضل إن أذاكر. يبقى أنا هنا شجعت السلوك الإيجابي ولكن بمعزز سلبي اللي هو الكلمات التأنيب اللي بياخدها الولد. بعد كده في العقوبات الإيجابية. العقوبات الإيجابية هنا بتكون عبارة عن إن أنا ابني مثلا على سبيل المثال أو بنتي مهملة، غرفتها تخشي تلاقي ألعابها على الأرض، ملابسها بتيجي من المدرسة ترميها على الأرض، شنطتها بترميها في أي مكان في الغرفة بتاعتها. فأنا هنا بعمل إيه؟ أنا هنا بعاقب ابني بعقاب إيجابي بهدف المحافظة على السلوك الإيجابي أو حسه على السلوك الإيجابي. فأقول له نظف غرفتك، نظم غرفتك، رتب غرفتك، ما بيعملهاش. فأنا هنا ممكن أكلفه ببعض الواجبات الزيادة اللي يعملها نتيجة إنه أهمل في السلوك الإيجابي بتاعه. يعني أنا ممكن أقول له طب خلاص أنت كده هتدرس كمان ساعة زيادة، يدرس، يبقى معناها حاجة إيجابية. يبقى أنا عاقبته بشيء إيجابي. عاقبته بشيء إيجابي. تمام. آخر تكنيك فيها اللي هو العقاب السلبي. العقاب السلبي بيكون بسحب بعض المميزات من الطفل بهدف حثه على السلوك الإيجابي المرغوب فيه. كلنا ما شاء الله عندنا أولادنا، في وسائل الترفيه موجودة في الغرفة، التاب موجودة، الألعاب موجودة، الكمبيوتر موجودة، أقدر أسحب منه بعض من هذه المميزات بهدف حثه على السلوك الإيه؟ الإيجابي. الإيجابي يعني تقصد حضرتك إن إحنا مثلا أخد حاجة من الحاجة اللي هو بيحبها. تمام. أو حاجة اللي هو محتفظ بيها أخدها عشان هو عامل سلوك سلبي. تمام. ده بيودينا النقطة يا أستاذة اللي هو العقاب بالحرمان. بالظبط. احنا برضو عايزين نتكلم في النقطه دي. انا بعاقب ابني دلوقتي بالحرمان، يعني انا شخصيا بعاقب ولادي بالحرمان، مش جايب نتيجه معاهم، يعني خلاص اتعودوا. ماما مثلا احنا غلطنا، ماما او بابا او اي حد ولي امر هيعاقبنا بان هو هيحرمنا من الحاجه دي شويه وهيديها لنا، خلاص هم اتعودوا على الحاجه دي، ما عادتش بتجيب نتيجه معاهم. تمام. العقاب بالحرمان انا بفضله عن العقاب البدني الضرب. العقاب البدني مشهور عندنا كلنا، لكن العقاب بالحرمان له أربع تكنيكات أو فنيات لازم ولي الأمر يتبعها علشان يجني ثمار في الآخر اللي هو تعديل السلوك. يعني حتى العقاب بالحرمان له تكنيكات. طبعًا. يعني مش طبعًا. مش عشوائية وخلاص، لا ناخد منك التاب أو التليفون بتاعك أو الحاجة اللي أنت بتحبها دي مرة واثنين وثلاثة، هو خلاص يتعود. أكيد لها تكنيكات طبعا. طيب نقول تكنيكات العقاب بالحرمان. قبل ما نقول تكنيكات العقاب بالحرمان لازم ولابد أن يكون هناك أسلوب تربوي موحد بين الأب وبين الأم. احنا الحمد لله رب العالمين هنقول الاب مش موجود بالبيت طول الوقت، الاب مسافر، انا اللي شايله المشكله كأم، انا اللي حاسه بالمشكله. هقول لحضرتك وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي كتير جدا، اقلها الواتس، اقلها في الفيس، في اقدر ابعت مسج ويكون الاب متواجد معايا اكبر قدر ممكن من الوقت. فلازم قبل ما احط برنامج لتعديل سلوك الطفل اول شيء واهم شيء نتفق عليه اسلوب تربوي موحد بين الأب، بين الأب والأم، يبقى حاجة موحدة. تمام. كلنا هنمشي عليها. هنمشي في البيت عليها. احيانا الجد والجدة بيدخلوا معانا حضرتك عارفة. فبنضطر ان احنا نشركهم في البرنامج وهم الخير والبركة طبعا، ما نقدرش نستغنى عنهم، لكن بتبقى أخطاء تربويه غير مقصوده. بس احنا لما بنشركهم في البرنامج ده معانا في تعديل سلوك الولاد، خلاص كل حاجه بتبقى ماشيه تمام، يعني كل حاجه بتبقى ماشيه صح. تمام. بنقدر نغير من السلوك ده بالظبط، مش مثلا الام قالت حاجه والجده قالت حاجه تانية فلخبطنا الدنيا تاني. طبعا ده الاسلوب التربوي اللي احنا بنقول عليه. لكن العقاب بالحرمان له اربع تكنيكات هنبدا نقولهم بسرعه كده. اتفضل. اول تكنيك اللي هو تنوع العقاب. القاعده بتقول كلما كان العقاب مبهم غير معلوم غير معروف للطفل أدى ذلك إلى كف السلوك الخاطئ لدى الطفل. بمعنى إيه؟ بمعنى ما تخليش عقابك واحد. إحنا هنا الشعب المصري أو الأمة العربية كلنا متعودين على حاجات معروف. واحدة، كلنا متعودين على حاجات واحدة بنعاقب ولادنا بيها. طيب ما تيجي نشوف تنوع العقاب إيه المقصود بيه. ولي الأمر الأب والأم طبعا بعد ما بيجوا عندي المركز مرة واثنين وثلاثة بنبدأ بدخل حياة الطفل كأن عايش معاه في البيت، بعرف بعمل حاجة اسمها
هرم المفضلات. الأب والأم موجودين معايا، إيه اللي ابنك أو بنتك بتحبه؟ 1، 2، 3، 4، عملت 4 أو 5 أشياء الطفل أو الطفلة بيحبها. أنا بقى كولي أمر وعملت برنامج لتعديل سلوك الطفل في التنوع، قانون التنوع أو تكنيك التنوع بيقول إيه؟ نوع عقابك، ما يبقاش عقابك ثابت، لأن إيه اللي بيحصل لما يكون العقاب ثابت بالنسبة للطفل؟ خلاص الولاد اتعودوا عارفين ماما هتعاقبنا ازاي ولا بابا هيعاقبنا، تمام، عارفين نوع العقاب، حتى ممكن يرتكب الخطا لانه عارف العقاب المسبق، عارف العقاب يعني خدوا مني حاجه معينه وقت معين وخلاص هيرجعوها لي، عارف العقاب ايه. ما بيبقاش مثلا زي ما حضرتك قلت لو احنا العقاب مبهم او مش واضح مثلا للطفل، تمام، هيفكر يا ترى هيعاقبوني ازاي، او تمام، هيخاف مثلا ان هو يعمل الحاجه الغلط دي عشان ما يتعاقبش، او خايف من العقاب مش عارف هو ايه. تمام، هو تنوع العقاب المقصود بيه ان انا هنا ما بثبتش على عقاب واحد، فممكن مره اخد التاب من الولد، ممكن مرة ما خلهوش يلعب أو يلعب فترة زمنية محددة، ممكن أخد منه حسب بقى الترتيب اللي احنا قلناه، ممكن أخد منه التليفون، ممكن ما أديلوش العجلة يلعب، ممكن ممكن ممكن. فبيبدأ الولد يفكر مرة واتنين قبل ما يرتكب السلوك الخاطئ، أنا بابا أو ماما هتعاقبني بإيه؟ يا ترى هتعاقب بإيه المرة دي؟ الأفضل خليك الأفضل كويس، فده خليني كويس عليه كف السلوك الداخلي الخاطئ لدى الطفل. طيب يا استاذ نشأت، انا لو في مكان يعني انا واخده اولادي مثلا بنزور جدتهم بره في اي مكان وغلطوا او انا عايزه اعاقبهم، طبعا ما عنديش اي وسيله من وسائل العقاب دي، الحل وقتها بيبقى ايه؟ هتصرف ازاي؟ تمام، احنا عندنا تكنيك من العقاب او من وسائل العقاب اللي هو الركن الهادي. ايه بقى الركن الهادي؟ الركن الهادي ده متاح ليا في اي مكان، زي ما حضرتك تفضلت وقلتي انا عندي ماما او بابا بزورها او اختي بزورها، وما فيش حاجه للعقاب دلوقتي اقدر اعملها الولد لما ارتكب سلوك خاطئ. بقول لحضرتك يقعد في مكان هادي في البيت لمده وقت معين، ما تتحركش من المكان ده لمده 5 دقائق، بس بشرط المكان ما يكونش فيه وسائل ترفيه، ما يكونش فيه شغال له التلفزيون، ما يكونش مديله الموبايل، ما يكونش مديله التابلت. اثبت في المكان ده 5 دقائق. بعد اذن حضرتك معانا بس مداخله تليفونيه. الو الو، معانا بس مداخله تليفونيه. اتفضل يا عبد الله. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بس استاذنك توطي صوت التلفزيون يا عبد الله، اطفيه، اطفي التلفزيون. ازيك يا استاذه؟ ازاي حضرتك يا عبد الله؟ اطفي التلفزيون بس بعد اذنك. ازيك يا استاذه؟ ازي حضرتك يا عبد الله؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ اتفضل، مشكلتك ايه يا عبد الله؟ شكرا يا عبد الله، بنعتذر الخط فصل. نرجع لحضرتك استاذ نشأت. بعد التكنيك الاول من تنوع العقاب او الشرط الاول او الفنيه الاولانيه في وضع خطه علاجيه اللي احنا قلنا عليها التنوع، نيجي بعد كده لتفسير. لازم احط التكنيكات الاربعه دول علشان العقاب بالحرمان يجدي. قلنا التنوع، نيجي على التفسير. بعد ما حضرتك بتعاقب الطفل، سحبت منه التاب او منعتيه من النزول او 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 حسب ما اتفقتي مع الاب، بيجي التفسير. لازم التفسير للولد، انا ليه عاقبتك؟ وانا عاقبتك لانك ارتكبت خطا، والصح ايه؟ هنا تتشكل شخصيه الطفل. الطفل لازم يحصل تفسير. يعني في ناس بتعاقب ولادها فعلا على حاجه بس هو مش فاهم اتعاقب عليها ليه مثلا، او عاقبوني ليه؟ لازم نفسر له كل ده، ونفسر له كمان انت غلطت، طب الصح ايه؟ تمام كده، تشكل شخصيه الطفل. الفنيه الرابعه والتكنيك الرابع في العقاب اللي هو الفورية. أنا دايما بقول حاجة ظريفة جدا للناس اللي بترددوا علينا في المركز، الفوار، أنت بتاخد الفوار أثناء الفوران ولا بعد ما ينتهي الفوران؟ يقول لي لا باخده بعد الفوران. إذن يبقى هنا المبدأ رقم 3 اللي هي فورية العقاب. طيب معانا مكالمة تانية. اتفضل. اتفضل يا روان. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا روان؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي؟ استاذ نشأت، دي روان بنتي. اهلا وسهلا، اتفضل. ازيك يا روب؟ الحمد لله، ازيك يا بابا؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله، حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله والله بخير يا روان. يعني عايزه اقول لك بس مش نعم. نعم. نعم يا روان، سامعينك يا روان، اتفضلي يا حبيبتي. يعني عايزه اقول لحضرتك ان احنا بنحبك، و
بينا الفخورين دي، ويا رب دايما من احسن لاحسن يا رب. شكرا يا روان، وانتوا اغلى حاجه عندي في الحياه، انت واخواتك، وربنا يبارك فيكم ويصلح حالكم ان شاء الله. شكرا يا حبيبتي. شكرا يا روان، ربنا يبارك فيهم يا استاذ نشأت. طيب احنا دلوقتي انا كولي امر كده، تعديل سلوك ابني هيقف بس على العقاب؟ يعني هيبقى معايا كارت بالعقاب؟ لا. ان انا عاقبه عمال على بطال، يعني اي حاجه عاقبه بيها ان انا خلاص انا معايا كارت؟ لا طبعا، العقاب وسيله فقط، لان في بعد كده التدعيم، لازم يبقى في تدعيم. انا مش هخلي حياه ابني كلها عقاب، انا مش هخلي نفسي ضابط شرطه او وكيل نيابه باصدر اوامر على الطفل على طول عقاب على طول عقاب. طيب تمام. كلمنا عن كتابك في إجازة يا أستاذ نشأت، وإهداؤه لمين؟ الحمد لله أنا ليا كتاب اسمه أنت وطفلك. الكتاب ده بدأت العمل فيه من وأنا في دولة الكويت. أنا قعدت في دولة الكويت فترة زمنية كبيرة جدا. بدأت العمل فيه من 8 سنوات تقريبا. توقفت لظروف معينة ورجعت كملت الكتاب. بتناول فيه المشكلات السلوكية والنفسية للأطفال، طرق العلاج المقترحة. شكرا ليها. شكرا جزيلا أستاذ نشأت عبد الباقي، أستاذ نشأت منصور عبد الباقي، شكرا جزيلا ابن قرية شيشابة. أشكر حضرتك، ودي هتبقى أول حلقة من سلسلة حلقات أنت وطفلك. شكرا جزيلا. بختم حلقة النهاردة برسالتي الشهيرة، وبقول لكل بنت في كل قرية في كل مدينة يائسة محبطة، احلمي، اشتغلي، اسعي، اجتهدي، والله هتحققي. ولكل بنت طموحة حالمة، صدقي حلمك، صدقي نفسك، ثقي في ربنا، ارضي، اصبري، تفائلي. سيدنا علي بيقول تفائلوا بالله خيرا، تفائلوا بالخير تجدوه، ونعم أستطيع.